السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. جيتكم بهذه الفيديو أقولكم صحة جمعة مباركة. إخواني أخواتي، بعد ما شفت واحد لا بيبليكاسيون سيغ لو فيسبوك حبيت نبارطاجيها معاكم خواتي وخواتاتي. هذه أختنا الجزائرية وكانت مسافرة وهي أونسانت على وشك الولادة، ودارت إسكال في تركيا واستغمت في الايروبور وداوها لوبيتال، وزيدت في لوبيتال سيزاريان، وعند ما جات خارجه من لوبيتال طلبوا فيها يعني مبلغ كبير باش تخلصوا باسكو زيدت تما، وهذاك تعرفوا تاع المصاريف تاع لوبيتال. دوك تحكي لكم هي بالفيديو، واذا كل يعني اللي كان حبيتوا تعاونوها اللهم بارك، اللهم بارك كل واحد ومقدوره، ولا ما قدرتوش تعاونوها بارطاجي وبارك لا فيديو للناس كامل اللي عنده يعاونها، باسكو رايحين يديو لها ولادها، الدوله التركيه راح تدي لها ولادها اذا كان ما خلصتش هذا المبلغ. وشكرا لكم بزاف خاوتي. وزيرت الكاش بالتوام هذا، قدرتش نصبر، رحت للطبيب قال لي سافري نورمال ما يصير لك والو. كي جيت مسافرة هبطت الجزائر، دار لي سكال في الترك، كي دخلت للترك غير الحدود، دخلنا للحدود تاع الترك، داوني للمراجي، قلت لهم هبط الطيارة برك هبطوني من الطيارة، داوني سبيطار، داوني سبيطار. نهار ثاني ولدت سيزاريان، كي ولدت التوام حسبتهم راح يموتوا، قالوا لي ان شاء الله ما يكون غير الخير، حطوهم لي في لاكوفاز عندهم دركا. كي حطوهم لي في لاكوفاز كي سقسيناهم على البري وكامل، قالوا لي 100 مليون، يعني 4 ميل اورو حاجه كيما هيك نسيت. بعد راجل يرجع للخدمه يخدم شي لمسوار، لمينا السوارد، لمينا لاسوم هذيك. بعد اليوم البارح رحت للطفلة، رحت باش نشرب لها الحليب ونتعلم عليها وكامل، غير ربي ماتت لي في يدي، قاعدة نشرب لها في الحليب وتخنقت لي. صافي صافي ما قدرش حتى نخرجها من السبيطار، غير ربي هيك خطفها لي، هيك الفم خطفها لي من يدي وقلبها وبدا يخبطلها على ظهرها، وبعد بدا يدير لايك في قلبها شغل الانعاش. بعد قالوا لي هبطي لتحت روحي المحاسبة، كي رحت المحاسبة قلت له بعثوني شحال رجعت، قال لي 33,000 دولار، 32 أكسور. قلت له شي هو هذا اللي راه يعني ولا وش هو؟ قال لي دولار. قلت له على بالك واش قاعد تهضر؟ قال لي هيه، قال لي هذه تكاليف الحضانة وفحوصات والأكسجين كل ليلة ب500 دولار، وبلاش الليكوغرافي اللي يديرولهم ولي زاباراي. طحت انا كي طحت في الارض، ما قال ليش اصبري بلا كوراج ولا، قال لي اذا ما تحتاجيهمش الحكومة تديهم. قلت له كيفاش تديهم؟ هذوني جبتهم بعد 6 سنين. المهم بعد عيطت للناس ما نقدر نيغوسي معاهم، يهبطولي البري كامل. المحامي قال لي امبوسيبل يهبطولك، قال لي حتى لو كان يمدهم لك ما تقدرش تسافري بهم، واذا سافرتي بهم راح ترجع قضية دولة انتربول. قلت له الحل، قال لي الحل ما عليك غير تسلكي، وانا لاصوم. الراجل يرجع يبكي كل مره، يبكي يبكي يبكي، يقول لك كيفاش ندير. هذه هي. من بعد زدت روحت للدار، زدت لقيتهم خلاوني، زادوا سرقوني. هذه هي.
والدار اللي سرقك فيها، شكون اللي سرقك فيها؟ ما سرقوا ليش من الدار، كي روحت للدار شفت فيه ساكي. اختراكش انا خرج، راح نخرج من الهوتيل راح نجي للدار هذه اللي راني فيها. حليت ساكي زي ما باش نمد للدار، نمد للسوارد، حليت ساكي نشوف على السوارد ما لقيتش دورو، دورو ما لقيتوش، عراوني قشقشوني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.